السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل مصر. وقالت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان أن الحالة الإيجابية الحاملة لفيروس كورونا لشخص صيني جرى احتجازه بمعسكر الحجر الصحي بمستشفى النجيلة في محافظة مطروح. وكشفت المصادر أن الصيني الحامل لفيروس كورونا المستجد في أواخر الثلاثينيات وهو بصحة جيدة وحالته مستقرة تماما. وأكدت المصادر أن وزيرة الصحة تترأس غرفة إدارة الأزمات التي تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، وخطة الوزارة الوقائية للمنافذ والمواني وجميع مديريات الصحة بالجمهورية مشددة على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية، وعن كيفية اكتشاف الإصابة من غير ظهور أعراض. قالت المصادر أن المصاب بفيروس الكورونا المستجد يكون في فترة الحضانة وهي 14 يوم قبل ظهور الأعراض، وتم عزل المحيطين بالحالة لمدة 14 يوما، وتم عمل جميع الإجراءات الاحترازية ضده. وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما جرى عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوم فترة حضانة المرض، لافتا إلى متابعتهم دوريا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما جرى تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطين لها. وقد تم نقل الحالة من القاهرة إلى مستشفى النجيلة المركزي في سيارة خاصة